محمد وآل محمد. صلى الله عليه. يا الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان، صياما مقبول إن شاء الله، وإفطارا هنيئا وعافية. إلهي، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم مد لنا يد العون، أقبل علينا بوجهك الكريم، انظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة من عندك، نستوجب بذلك غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وشفاء المرضى، وبالخصوص جرحانا ومرضى هذا الوباء والبلاء، وقضاء الحوائج ببركة الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه، صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين. الليلة جمعة، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. الله أيد من في كربلا سفكا. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا
إلهي سجلنا الليلة من زوار الحسين. الله أيد من في كربلاء سفك. ما يعلم قيمة هذا الدم فقط الله عز وجل، الله وأهل البيت، لأنه تقول الرواية ما نزلت منه قطرة إلى الأرض لما ألقى الحسين تلك الدماء إلى السماء. الله أيد من في كربلاء سفك. لم يجرف الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عديت على حريم رسول الله فانتهك. يوم به حامية الإسلام قد نهضت لحمية دين الله، إذ ترك والناس، اسمع اسمع، افتح لي ذهنك وعقلك وقلبك وروحك، والناس عادت إليهم جاهليتهم، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفك. وقد تحكم في الإسلام طاغية، وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيدا بينهم ملكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. افتهم هذا البيت، افتهم، يلخص كل الموضوع. فأصبح الدين منه يشتكي سقما، فأصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد سوى الحسين شكا. والجمات والجمايات يا قاع الطف الجلوعه، يا قاع الطواف الجلوعه، والجمات والجمات وجرح يدي على اخواني، والجمايات صحت على الخيل ما بسج، أنا صحيت عالخيل ما بسج، والجمات والجمات أخوي حسين هذا على الوطي، يا أخوي حسين هذا على الوطي. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت
وتابعت على قتله الليلة جمعة صوتك ثلاثا. اللهم العنهم جميعا، اللهم العنهم. الليلة جمعة اطلبوا حوائجك يا الله يا الله يا الله يا الله. سجلنا الليلة يا رب من زوار الحسين، واجعلنا من زوار الحسين يا الله. الليلة جمعة لا تخيب سعينا ولا تقطع من فضلك رجاءنا يا رب العالمين. آمين رب العالمين. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. ترتبط كثير من الأحداث والمواقف بالأعمال، يعني الرزق إلى علاقة بالتقوى من جهة، وإلى علاقة بالذنوب من جهة أخرى. البلاء أيضا إلى علاقة بالإيمان ونوعية إيمان الإنسان ومقداره، وأيضا إلى علاقة بالذنوب، أيضا إلى ارتباط بالذنوب. وهكذا الأعمال مرتبطة بالأقوال ومتلازمة مع المواقف. ونحن نقرأ القرآن والروايات بين أيدينا والأدعية. بسم الله الرحمن الرحيم، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، مو كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انتبه لي شوية بالك يمي، الآيات تقول أكو ترابط، أكو ترابط بين الأعمال وبين المواقف وبين الأرزاق وبين البلاء. هذا تصرح به الآيات. الروايات كذلك، الروايات يقول النبي صلى الله عليه وآله أكو طاعات، هاي الطاعات راح تجلب لك الخير مو بس إلك، إلك والأجيالك. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر أكو أثر طيب، إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكو أثر غير طيب. هذا واقع الروايات تتحدث به. شوي انتبه لي أكو مسألة، خلي ما دامنا الليلة جمعة مقدمة دعاء كمل
ست أنواع من الذنوب، كل مجموعة من الذنوب وكل نوع من الذنوب يجيب أثر وياه، هذا ترابط. ما يجي واحد يقول ليش صار هيك، لا، وأنا شو مسوي حتى يصير هيك، هاي كلها تجاوب عليها تلك الكلمات. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. العصمة هي المنعة، العصمة هي الحماية. انت تقرأ بالفقه ماء معتصم وماء غير معتصم، يعني ماء يتأثر بالنجاسة ويتغير، ماء ما يتأثر قوي. المعصوم شنو المعصوم؟ الإمام المعصوم هو المحمي من ذاته وما يخطأ. العصمة منعة، العصمة حاجز. أكو ذنب يزيل الحاجز. راح أضرب لك إياه بمثال كلش لطيف، انتبه لي شوي. الحياء مانع، الإنسان من يستحي يمتنع، لما يستحي من الناس ما يسوي ذنب قدام الناس، صح لو لا؟ لما يستحي من الله ما يسوي ذنب بينما بين الله، يستحي من الله يستحي من الناس. النبي قال صلى الله عليه وآله الليلة جمعة صلوات، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا واقع. العصمة إذا زالت، المانع إذا زال، الحياء إذا زال، تشوف امرأة تستحي، الامرأة إذا تستحي تلبس حجاب، المرأة إذا تستحي تلبس عباءة، تتغطى، تتحجب. إذا ما تستحي تفعل ما تشاء، تطلع متبرجة، تطلع متزينة، تطلع لابسة بنطرون، خلص. ليش؟ لأن الحياء زال، الحياء كان يمنع، لما يزول الحياء يقترف الإنسان. كثير من الناس إذا زال عنها الحياء تتصرف وكأنه شيء، حتى بالعرف أكو قيمة لهذا الموضوع، يقولون هي قطرة وطاحت، إذا طاحت هاي القطرة الإنسان يقوم يسوي ما يحلو له، يفعل ما يريد. لكن أمير المؤمنين يربينا يعلمنا، يقول توجه لهذا المعنى، ترى أكو ذنب يجلب ذنوب، أكو ذنب يفتح عليك باب من الذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. هذا النوع، دير بالك أكو تلازم، أكو ترابط. بعد النوع الثاني، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. أكو نعم كثيرة عندك، إذا شوية عندك وعي وياي وذهنك واسع، النعمة مو إلا فلوس، لا، النعمة مو إلا مال وسلطة وجاه، لا، من تقعد الصلاة الصبح نعمة لو مو نعمة، من تصلي صلاة الليل نعمة لو مو نعمة، من تتصدق نعمة لو ما نعمة، بر الوالدين، كثير من الأنعام ومن النعم اللي الله منطيك إياها مو إلا مادية، بس عندك ذنوب لازم تلتفت إلها، إذا تسويها تغير النعم. عندك صديق كان ينصحك تخسره، وهكذا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. بعد، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، العقوبات. هذا بعض العقوبات إذا تنزل على الناس تهلكهم، هواي تأذيهم. تعرف شنو يعني رزق ماكو؟ يعني الإنسان يضعف، بيت الخبزة ما موجودة، يريد يوكلها لعياله، الأهل بيته ماكو، يطلع برا يفتح بابه ويطلع يريد يشوف أسباب الخبزة موجودة لو لا، يشتغل أنواع العمل، يتكسب أنواع التكسب، أيضا يلقى أسباب الخبزة ما موجودة. هذا سهل؟ هذا مو سهل. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، التي تنزل النقم. هذا لون، هاي ثلاث ألوان، ثلاث أشكال. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، شايل ايدك تصيح يا الله يا كريم يا رحيم يا رزاق يا حي يا قيوم، أنا قاعد أصلي أركع لك أسجد لك،
قاعد اصوم لك، اقرا قران، هواي اعمال عندي طيبه تريدها، هواي اكو اشياء تحبها قاعد اسويها، هواي اكو اشياء ما تريدها ما اسويها، وما دي ايدي لك بالدعاء. اكو ذنوب عقبه بين الدعاء والاستجابه، لان الله يقول ادعوني استجب لكم، بس اكو شيء مفقود، اكو شيء مفقود. اجى واحد للامام الصادق عليه السلام قال له مولاي انا ادعو ليل مع نهار مثل ما امرني ربي، قال له يا هذا اتطيع ام تعصي وانت تدعو؟ غير ضابط، عجيبه غريب. قال له عندك طاعه لو معصيه وانت تدعو؟ اذا عندك طاعه وتدعو ترى الله عز وجل يستجيب لك، ان لم يكن اليوم فغدا، بس اذا عندك معصيه لو تدعو ليل مع نهار، لان المعصيه تحول، المعصية تحجب. ها التفت لهاي النقطة المهمة، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. بعد هاي 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 شوية افتح لها عقلك زين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. وهذا البلاء بي ثلاث نقاط، هذا البلاء كمي، كمية بي وبي نوعية، نوعية أيضا. تلقى واحد الله يبلي بعافية، واحد يبلي بولد، واحد يبلي بأب، واحد يبلي بأم، واحد يبلي بجار، واحد يبلي بزوج أو زوجة. حكمة الله عز وجل شنو النوع مال البلاء هو يختاره، شيء غريب عجيب في اختيار نوع البلاء. لذلك هنا الإنسان كن دائما يقول اللهم افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. إلهي رأفتك رحمتك، لأن ما هو أهله خير مما أنا أهله، عسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا. هاي نقطة مهمة، اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. شو وقت يجيك البلاء؟ أنت نايم تصبح، وأنت صباحا يجيك البلاء ما تعرف، قاعد نايم تمشي ما تدري. هاي نقطة كلش مهمة يلفت نظرنا إلها أمير المؤمنين. النوع الأخير وليس هو آخر الأنواع في التسلسل هذا في دعاء كميل، اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. الله ينزرع عندي الإحباط أتكاسل، ينزرع عندي اليأس أتعاجز، بعد الصلاة ما أقوم، أعمال ما عندي إلها واهس، إقبال ما عندي في العمل. هذا مو سهل، هذا أبدا مو سهل. كون يلتفت لواحدنا. إذن إخواني أبنائنا جميعا آبائي، التفتوا، أكو ترابط بين الأعمال وبين الذنوب وبين الأرزاق وبين البلاء وبين مواقف الإنسان وبين أقواله. لذلك هاي الآية الكريمة 49 من سورة الكهف تنطينا فد عنوان كبير جداً، كل شيء محصى علينا، كل شيء مسجل علينا، كل شيء مدقق علينا. يا ويلتنا، هيا ويلتنا باللغة يعني هلكنا، الهلاك يعني. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب اللي الله عز وجل مخليه للإحصاء، اللي مخليه للتسجيل، اللي مخليه شاهد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى الحكاية اللي حكيناها مسجلها، حتى رمشة العين مسجلها، حتى الموقف البسيط مسجله، حتى الكلمة. هذا شيء يلفت نظرك، هذا يخليك أمام موقف. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم الله يأيد الموقف أكثر بعد، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. احنا الفرصة اللي صار لنا يومين نركز عليها، وهي فرصة التوبة وفرصة الرجوع إلى الله، حتى انت تنظف كتابك وتمحو سجل السيئات، مثل ما قرينا أمس أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. عندك فرصة في الدنيا الاستغفار، التوبة، الرجوع إلى الله عز وجل، حتى يصير عملية محو، يمحو الله ما يشاء
ويثبت. وعنده أم الكتاب، عندك فرصة ما دمت في الدنيا أنك تعالج الموقف، أنك تتخلص من الموقف، أنك تتوب إلى الله. ليش؟ لأن اليوم كما يقول أمير المؤمنين عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهاي كلمة أمير المؤمنين قالها وكنت تكتب بماء الذهب، يقول زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. روعة جدا هذا الكلام. إمامك باب الحوائج موسى بن جعفر، اللهم يقضي حاجة كل محتال. بحق هاي ليلة الجمعة إن شاء الله لا يرد صاحب حاجة. يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، إن وجد نفسه محسنا شكر الله، وإن وجد نفسه مسيئا استغفر الله. شوي الفت نظرك ليش الإمام يأكد على هذا المعنى. بوي الله عز وجل هواي يحترم من الإنسان إذا يدقق ويا نفسه وإذا يحاسب نفسه، هذا هواي الله يحترمه. يعني أولا بمعنى الجدية، اشتقرون الليلة بدعاءكم اللي يتوفق الدعاءكم، اللهم هب لي الجد في خشيتك، هذا بجدية. لما انت تشوف نفسك شنو قلت، شنو سويت، شنو صرفت، شنو أكلت، شنو شربت، هذا إلك لو مو إلك، عليك ضدك، مسموح لك لا، لبستك هاي حقك، حلال مشروعة، لقمتك اللي حطيتها في فمك في بطنك، الله عز وجل يقول المال إذا مو إلك ترى هذا يوم القيامة يصير نار في بطنك، يأكلون نارا في بطونهم. هاي الأموال اللي تاخذها مو إلك هاي تكوى بها ظهورهم وجنوبهم، صير مثل الأوتي تشويك، تكوى كوي. فأكو أشياء الإنسان إذا يحاسب نفسه هاي جدية، هذا شيء يحترم الله عز وجل، هاي إلي لو مو إلي، مسموح لي لو ما مسموح لي، هاي مشروعية طيبة بينك ما بين الله، هاي إلك، لأن لا أحد ينام في قبرك ولا أحد يكون معاك في الحساب، كل نفس معها سائق وشهيد. فالجدية هاي إلك. اثنين، شوية راح تتعلم على الحساب وتستعد للحساب. ليش؟ هاي الآية الكريمة 49 من سورة الكهف، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإنسان يخاف من ثلاثة. شوية الليلة جمعة، خلنا ناخذ موعظة، افتحوا قلوبكم أذهانكم وياي، الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصوات. ثلاث أشياء ردة الفعل من قبل الإنسان وياهن غير متزنة، ثلاث أشياء يخاف من عدهن الإنسان بالدنيا، يخاف من عدهن، فكيف بالآخرة؟ يعني هو بالدنيا عنده خوف من عدهن، بالدنيا عنده إرباك من عدهن، قلق، فكيف بالآخرة؟ شو ينتبه لي؟ خلنا ناخذ موعظة الليلة جمعة وشهر رمضان. أول شيء يخاف من عند الإنسان في الدنيا والآخرة هو العقوبة، ما يحب العقوبة الإنسان، يكره العقوبة ويخاف من العقوبة. وهذا مبدأ عقلائي، شوف هسه الإنسان من يتعامل بالعقوبة يردع، العقوبة مؤلمة حتى لو صغيرة، والإنسان في طبعه في نفسه بهواه عندما يأمن العقاب شنو تقول الحكمة، من أمن العقاب. هاك تشوف الفاسد المنحرف الكذاب السارق السياسي الفاشل الآن اللي نشوفه، السياسي الباطل المنحرف شنو حالته؟ ماكو عقاب، فشي يشوف نفسه يتصرف بصورة طبيعية لا عقاب. وإلا لو كان والله مبدأ العقاب مفعل، شاش قد هسه أمور متغيرة بمجتمعك.
على مستوى السياسة متغيرة، على مستوى الاقتصاد متغيرة، على مستوى أنا أتذكر كنا بالابتدائية شفنا فرد يوم الحلاق، هاي صورة بقت في أذهاننا كبرنا وافتهمناها. شفنا الحلاق قطع الحلاقة ركض وراح طلع خارج المحل واجا، بس من اجا لابس سدرية بيضة وبقى واقف يزين. اجوا جماعة سلام عليكم، عليكم السلام، راحوا. من راحوا رجع السدرية هاي البيضة، ما ادري وين رجعها وما ادري منين جابها. احنا بقينا دايخين، سولفنا الاهل قالوا هاي مو بهاي الساعة جو الاقتصادية، ذولا جو الصحة والاقتصادية بعد، هاي القوبل هاي السدرية البيضة يزينون راسه، هو يزينوه. وكانت هاي الماكينة اليدوية تشك 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 تشك، هاي اليدوية كانت تعلس بعض الاحيان، حطوا لها دهن. فقال هذا اجوا الاقتصادية، ظلت الصورة ببالنا. هاي شنو هاي؟ تدقيق اكو، احنا ما نعرف شنو القانون، شنو الدولة، منو الدولة، منو النظام، ما عندنا هذا الوعي. بس انتبهنا الى حالة اسمها المراقبة، اسمها المتابعة، اسمها اكو قانون، اسمها اكو عقوبات، اسمها اكو تدقيق. وعينا ما حد يفتح مطعم بشهر رمضان ولا يبيع اكل وشرب، وما يبقى واحد مفتح بشهر رمضان. اكو بعضهم حالات استثنائية ياخذ اجازة ويسوي بردة بيضة ستار ابيض كبير خام من طول المطعم الطولة، بحيث ما تشوف الياكل ولا يشوفك انت اللي برا. ليش؟ هيبة الشهر. يعني دولة فاسدة، دولة ظالمة، دولة طاغية، بس كانت تحترم شهر رمضان وتحترم الصوم وتحترم شنو؟ الصائم. وبعد اذا واحد يزغلط او يغيش او يخالف حطون الكلب شبيده، يودوا لابو زعبل ويعيشون بابو زعبل. وانا لما يخلص رمضان شو تقولون بينكم ما بين الله؟ كانوا يطلعون بالعيد لو ورا العيد اكو حرقه قلب هيك، يعني ما يعيد يم اهله، يعيد يم المساجين. لا ابوه يقول له عيدك مبارك، ولا امه، ولا اخوه، ولا اخته، يم الجماعه بالسجن. اكو تاديبه مثل هاي؟ لذلك كنت تشوف، كان تشوف اكو هتك؟ ماكو هتك. كنت تشوف اكو حرمات لشهر رمضان منتهكه؟ لا من اهل المحلات ولا من اهل المطاعم ولا من الناس. ليش؟ بينك ما بين الله، الله فوقك وجهنم جواك. ليش؟ لان مبدا العقوبه شنو؟ مفعل. مبدا العقوبه يشتغل. فأحبائي الإنسان يكره العقوبة، ما يحب العقوبة. الله عز وجل مطي فرصة في الدنيا أنه الإنسان يصلح الموقف، مطي فرصة بالدنيا أن الإنسان يتوب من ذنوبه، مطي فرصة بالدنيا يقول هاي ما دامك بالدنيا وانت بوعيك وانت بعقلك، ما أخذ مال رجعة، صرفت مال سوي ردود مظالم، سفكت دم تتعاقب، شنو سويت؟ تتعاقب بالدنيا، تجي يوم القيامة حسابك يختلف. بس إذا ما تبت بالدنيا وما استغفرت بالدنيا وما صلحت الموقف بالدنيا، يا ويلك. لذلك أول كلمة شي يقولها الإنسان؟ يا ويلتنا، يا ويلتنا. لأن مبدأ العقوبة راح يشتغل. ليش؟ لأن اجتك فرصة في الدنيا أن تتوب وتصلح الموقف، مال ما اخذت رجعة، استغفار تستغفر، توبة لك فاتح الباب، اغفر لك، ارحم لك، وانا التواب الرحيم، ابدل سيئاتك حسنات، اكفر عنك سيئاتك، انطيك رحمة، انطيك لطف من عندي. ما دمت في الدنيا عندك فرصة توب، تغتسل غسل التوبة، تندل القبلة وين، تستغفر ربك، تصلح الموقف. حتى الله بعض الاحيان في بعض الآيات يقول إلا من تابوا وأصلحوا، يصلح الموقف بينه ما بين الله. فالإنسان يخاف من العقوبة، العقوبة تأدب. وهذا ترى البلاء اللي نازل علي وعليك،
وهاي المصائب اللي نازلة علي وعليك، وهاي كثرة الفاسدين في الدولة في الحكومة في الشارع في السوق في كل مكان، هو لأن مبدأ العقوبة غير مفعل. وإلا إذا فعل مبدأ العقوبة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهاي تدري مصيبة. هسه أنت أعطيك مثال، شوف الله راحمنا بي لو ما راحمنا، أنت أحكم وأنا أطلب من الخيرين رأيهم بهذا الموضوع يسمعوني. احنا نسمع عن قتل واحد يقتل واحد، وحوادث جاي تصير كثيرة، بس شنو قاعد نسوي؟ القاتل ما قاعد يتعاقب، 100 بيت قاعد يتعاقب والقاتل ما له دخل، يتبختر، يسافر خارج البلاد، يتحايل على القانون، القانون بيه فساد هواي، والدولة فاسدة والحكومة فاشلة، فيستغل الوضع، تشوف بيوت تنهتك، حرمات تنهتك، رجال ونساء يتأذون، فرد 100 نفر 200 نفر يوصل عدد أكثر والقاتل واحد. زين الله مو يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، صح لو لا؟ هذا ما مفعل، جاي الروح بيمن على قولته أن تطيح بالفقير، تطيح بجليل الذنوب اللي ما إلى دخل. احنا واحد قتل، نروح نشيل بيوت هي ما لها دخل، نهجو العوائل هي ما لها ذنب، نطرد ناس هي ما لها دخل، ولا ذاك هو القاتل؟ روح لو تسجنه وتقدمه للقانون إذاك قانون، لو تقتص منه، لو تأخذ منه دية، هذا هاي هي الأصول. أنت ليش تروح تأذي لك بيوت؟ ليش تحرق بيوت هي ما لها في دخل؟ ليش تأذي عوائل هي ما لها دخل؟ هذا شو تسمي هذا؟ هاي مو عقوبات، هذا مو عقوبات، هذا وحق هذا الشهر الكريم، وعذرا للمكان وعذرا للطيبين، هذا هو الاستهتار، هو استهتار. بس ما حد قاعد يردعه، صح لو لا؟ عم الخيرين بينكم ما بين الله، القاتل واحد بس انت ايش كم واحد تأذي؟ هاي الان مؤخرا في ايامنا الاخيرة هواي قاعد معاناة، منين؟ القاتل او اللي فعل الجروم بالسجن مثلا، وانت يا ولي الدم يا اهل المقتول اخذ الدية، من اخذ الدية ليش ما تتنازل؟ وهاي هم ازمة ثانية موجودة اجتماعية. شوف حتى في انتقامنا ما نفكر بعقل ونأدب المقابل، وهاي الان ازمة موجودة بين كثير من العشائر المتناحرة. اخذ دية مثلا اللي يسمونه الفصل العشائري، بس باقي لا يتنازل ولا يخلي القضية أنه ما يأخذ فصل حتى يخلي القانون يأخذ مجرى، ولا يأخذ فصل ويخلي الأمور تجري مجراها الطبيعي. هاي هم موجودة أزمة الآن، وتعاني منها كثير من الناس الخيرة، وتروح له تقول له يا بتنازل، لسان حاله يقول لك أنا ابني أخوي اللي راح من عندي تحت التراب وهذا أتنازل من عنده وأخليه يمشي على الأرض، إذا ليش أخذ الدية؟ خلا تأخذ دية وتعامل بعقلائية، تعامل بموضوعية، وتعامل بقانونية، لا تأخذ دية وقول يابا أنا دية ما أريد، أريد قصاص. أعطيك وحدة حتى تشوف، ما أدري شلون ناكل خبزة، ما أدري شلون، صدق الزيت صار بثلاثة وشوية ما صار بعشرة وبعشرين، راح تقول عم إحنا برحمة، صار شجار بين عائلتين عشيرتين في منطقة من المناطق، خوش حكي وياي، بالك ذهنك وياي، انقتل واحد، القاتل انهزم، اجوا يطالبون العشيرة الاخرى سووا هذا الفعل اللي هو استهتاري وهمجي، دقوهم، اجوا طالبوهم بالقاتل، القاتل انهزم، سلموا لهم فرد شاب مو هو القاتل، طوهم فرد شاب وياي حجاج اهل الوقار وياي، طوهم واحد شاب 17 سنة 16 سنة مو اكثر، انطوا لهم بمكان ذاك سجنوه على انه هو القاتل، ابو اسبوع ما قاوم اسبوع ومات، ما تحمل لان مو هو القاتل،
مو ابن القاتل، بويا مو هو القاتل، انطوا للسجن للقانون، القانون يريد ورقة وقلم. هسه لو نبي هم يحطونا بالورقة والقلم هم يسجنون النبي، ما عندهم ورقة وقلم. سجنوا لك هذا الشاب، أبوه ما تحمل، أبوه شهق ومات. شوف ايش قد جرت المسألة ويلات، ظلم لو مو ظلم؟ ظلم. إذن الإنسان العقوبة تأدي به، بس كون العقوبة صح. العقوبة اللي شنو؟ القرآن يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن الإنسان يخاف من العقوبة، ومبدأ العقوبة في شريعة الله عز وجل وفي سياسة الله يؤدب. قارين أول كلمة بدعاء أبي حمزة الثمالي شنو أول كلمة؟ أول كلمة بدعاء أبي حمزة الثمالي اللي يتوفق كل ليلة يسمعها ويقرأ، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. العقوبة تؤدب، العقوبة تهز الإنسان، والإنسان يخاف من العقوبة، والإنسان يحذر من العقوبة. لذلك ترى الآن خاف تشوفون بكل العالم نظام، قانون، اعتدال، سير مثل الساعة، مثل الساعة يمشي في كل العالم، لأن مبدأ العقوبات مفعل، لأن مبدأ العقوبات يعمل، لأن مبدأ العقوبات يشتغل. هذا ترى خلي في بالك، يربي الإنسان، يثقف الإنسان نحو الصح، لأن لازم نهز عصا التأديب. عم ذاك اليوم نسمع بقصص في الابتدائية ما نسمعها قبل، بسبب شنو؟ لأنه مبدأ العقوبات ما مفعل. احنا حتى مبدأ العقوبات لازم يناسب الخطأ، لازم يوازي الخطأ. خطأ 5% أعاقبه 5%، مو أعاقبه 50% واكسر ظهره، وهكذا باقي الأمور. فالإنسان يخاف ويرفض ولا يقبل بالمبدأ الأول وهو شنو؟ العقوبة. الثاني اللي الإنسان ما يريده وهم الله عز وجل مطي فرصة بالدنيا أن يعالجه، شنو؟ الفضيحة. يخاف الإنسان من الفضيحة، لا يرضى بالفضيحة. خل نرجع الدعاء أبي حمزة الثمالي نستشهد به، بس نقرأ هاي الآية الكريمة، صلوا على محمد وآل محمد والليلة جمعة بأعلى أصوات. القرآن الكريم شو يقول في سورة الطارق؟ يوم تبلى السرائر، تنكشف، تطلع البواطن، تطلع الذوات، الذات تطلع برا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم القيامة اكو شيء اسمه الفضيحة على رؤوس الأشهاد. تعرف الناس المذنب بالما مذنب، تعرف الناس المخطئ من اللي ما مخطئ، الكل ينكشف. اسمع دعاء أبي حمزة الثمالي، يقول له إلهي لو علمت تعجيل العقوبة لاجتنبته. لو كل ذنب ويا عقوبة أنا اجتنبه مباشرة، لأنه الإنسان مثل ما قلت لك ما يريد العقوبة. بعد ولو اطلع غيرك على ما فعلت، على فعلي، على لو اطلع غيرك على ذنبي لما فعلت. هاي الفضيحة. الآن تصور لي، صور لي تصور واضح قدامك، استدلال وجداني. اللي بصفك قاعد اليمك يدري بذنوبك، شلون حالك؟ ها شوي ايش تفكير دقيق، غمض وفكر. اللي بصفك يدري بذنوبك، لا والله زين اذا ظل قاعد بمكانك. لذلك الناس لو اطلعت على الافعال، يقول امير المؤمنين تعطروا بمن؟ بالاستغفار قبل ان تفضحكم روائح الذنوب. تعطروا بالاستغفار دائما. ليش؟ كأنه الذنب يفضح، الذنب يفضح. فاكو شيء اسمه الفضيحة يرفض الانسان، ما يقبل به. الان قل له من باكر فلان، من باكر ذنبك الناس تدري بيه، والعباس يبطل ما يسوي، لأن يستحي من الفضيحة. كل شيء ولا الفضيحة. الله يقول ترى يوم القيامة انكشاف، يوم تبلى
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. عندك فرصة في الدنيا تستر نفسك، عندك فرصة في الدنيا ألا تنفضح. خلي أجيب لك هاي الرواية، وأتمنى من كل قلبي بحق ليلة الجمعة وشهر رمضان أن تحفظها، خليها ركيزة عندك. يقول الإمام الصادق عليه السلام: أكو رجل من بني إسرائيل، كان شي يسوي شغلته هذا بني إسرائيل؟ يسرق الأكفان، يتاني الجنازة مو إجت وراح يدفنون، يخلي أهله يمشون ينبش القبر يأخذ الكفن بعد جديد ينفضه يرتبه يبيعه، وعايش على هالقضية، سواء العائلة ايش كبرها يوكلهم يشربهم بس ما حد يدري بيه. أكوش كم شخصية يدرون بيه، العالم مال المنطقة والله سأل، يقولون هن هم يضحك وهم يبكي. ودع علي قال له تعال اقول لك، قال ها، قال له انا كبرت وراح اموت وهذا جفن احتياط اخذه لك بس من يدفنون لي لا تبوك. لا حول ولا قوه. قال له والله هذا جفن لك هديه مني، انا يجوز اسبوع الاخ بعد شهر دافنيني، مو تبوك الجفن وتخليني عريان، ترى انا اطلع بجفني اتوشح بجفني وامشي الرب يوم القيامه، فهذا جفن لك من عندي هدية وشفني لا تبوقه، اعطيني وعد. قال له هاي وعد صدق كذي، هاي شفنك ما ابوقه، خلى العالم يموت وروح له ب 12 بالليل وبوقه. هذا 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 النباشي هواي يشبه جماعة بزماننا، اي والله هواي يشبه السياسيين، يشبه البرلمانيين، يشبه بالدولة اليوم، هواي يشبههم، ما تصير المشارة. حتى لو تحلفه بالعباس تاخذ للصحن مال عباس، قل له مشي عليك العباس لا تاخذ مال وظف الناس، يقول لك وحق هذا العباس ويجوز يقصد توري. لا اقول لك ولا تقول لي هذا النباش وصلت منيته، الله اجاك الموت زين، هذا ما مخلي جفن ما ماخذه ظل دايخ. قال له كان شلون موقفي صعب والله، حسبه حساب عرب وهو يريد يموت، بس هو هاي دقته ما ظل نبش القبور كلها وسرق كل أكفان الناس، وهذا العالم آخر شيء قال له هذا جفن لك ولا تسرق الجفن، وطاوعد وهم باقي الجفن مالت طبع بالبدن ما يغيره إلا الجفن. والله وصل الموت لما ولاده قال لهم بويه أنا مال الله يرحمني هاي مستحيلة، والله هيك قال لهم، قال لهم انا مستحيل انال رحمة الله ما اقدر، انا على اللي سويته، بس ارجوكم تنتبهون شوية تحفظ لي الزبدة مال القص. قال لهم انا على اللي سويته وفعلته مستحيل انال رحمة الله. قال له شو تريد ابا؟ قال لهم عندي طلب، اذا انا ابوكم وفعلا هو عايشهم ما يدرون بيه، هو يسرق الاكفان وينبش القبور ما يدرون بيه، قال لهم انا عيشتكم احسن عيشة عندي طلب. قال له شنو؟ قال لهم ما تدفنوني. الله، هذا راح يحاكم نفسه، هذا راح يحاكم نفسه بالدنيا. قال لهم اول شيء ما تدفنوني. قال ها؟ قال لهم تحرقوني، تحرقون جثتي الى ان تصير رمادا. قالوا له زين. قال لهم تقسمون الرماد بالنص، نص الذبوب البحر ونص الطشوب البر، هيك اريد من عندكم. قال له ليش؟ قال لهم هذا طلبي من عندكم، انتم ما تدركون اللي عندي وما تعرفون اللي بي. يقول الامام سلام الله عليه نفذوا وصيته فعلا، حرقوا جثته بعد ما مات، نص ذبوه بالبحر ونص ذبوه بالبر، خلاص وانتهى امره. يقول الامام الصادق فقال الله للبحر ائتني به، وقال للبر ائتني به، فاجتمع بين يدي الله. قال له ما الذي دعاك الى ذلك؟ الله راح يسأل. قال له يا رب خوفي، خوفي من العقوبة وخوفي من الفضيحة، انا خاف اذا انا قدام الناس صورتي حسنة وذولا أولادي صورتي حسنة، بس إذا طلعت لي يوم القيامة ليش أقول؟ فردت أحاكم نفسي وردت أعاقب نفسي حتى بلكي أنال رحمتك. قل ما دمت كذلك فقد عفوت عنك.
صلوا على محمد. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. شوف هذا الإنسان تصرف، نقذ نفسه أعماله هاي بس ودعتك، بس دقته ويا العالم هاي كافي، هاي بس دقته ويا العالم اللي طاش كفن وقال له لا تأخذ كفني. لكن مع هذا الله عز وجل شاف حقيقة، قال له محرق جسدي ذروه، والله استشعر من عند الصدق. فلذلك أحبائي يوم القيامة يوم عقوبات أكو عدالة إلهية، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فرصتك في الدنيا أن تكفر، فرصتك في الدنيا ردود المظالم، فرصتك في الدنيا أن تعالج الموقف. بعد الفضيحة صعبة أحبائي، هواي صعبة على رؤوس الأشهاد. أنتم إذا الله وفقكم، واللي توفق يقرأ مناجات أمير المؤمنين في شهر شعبان، المناجات العظيمة الكبيرة بشهر شعبانك مناجات الأمير المؤمنين تقرأ، يقول له إلهي فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. الله 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 الله، أمير المؤمنين يقول له إلهي لا تفضحني يوم القيامة، لأن اليوم فرصة للعمل، فرصة للتوبة. بعد ونسألكم الدعاء، هاي الكلمة الأخيرة، الإنسان يخاف من العقوبة، يخاف من الفضيحة، بعد منين؟ اسمع دعاءكم، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك. هاي أمير المؤمنين يثيرها في دعاءكم، صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراقك، صبرت على عذابك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. شفيت؟ أكو سيئات، أكو ذنوب تحجب عن رحمة الله، عقب الإنسان ما يحصل رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا إمامك علي بن أبي طالب كان يجي الليل، يقول هذا الراوي أخلى الليل سدولة، صارت ظلمة كلش، ظلمة الوجه ما ينشاف. بويه من تصير ظلمة أحيانا إذا إيدك تطلعها ما تشوف إيدك، والوجه ما ينشاف. حتى كان النبي يسألونه يقولوا له شو وقت نصلي السحر الفجر، يقول لهم لما واحدكم يشوف وجه صاحبه. من يشوف وجه صاحبه يعني كضوء صار قليل، بس في جوف الليل لما الظلام يصير حالك وجهك ما تشوفه، ايدك ما تشوفه. علي بن ابي طالب بهذا الوقت كان يون، منين؟ من قلة الزاد، وبعد ووحشة الطريق، يا صعوبة هذا الطريق، بعد من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر، سفر بعيد، بعد وعظم المورد، صعوبة الموقف بين يدي الله عز وجل. هاي الفرصة اللي أقول لك عليها، صار كم يوم أنه الإنسان يصلح الموقف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، شلون بي وثقل وزن حسابي، وانت راس مني المعاصي كتابي. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الليلة جمعة وشهر رمضان، شلون
أنا خادمك، أنا هيك أفكر، إيد أخلي بيها الذنوب، ذنوبي أخطائي سيئاتي، وإيد أخلي بيها نعم الله وكرمه، أباوع منين؟ منا ذنوبي ومنا الله منعم، وخجلته وخجلته. شلون بيا وثقال وزن حسابي، وانت راس وانت راس من المعاصي كتابي، شلون بيا لو قرب من الاجل واخذ سمع الموت ولساني ثجل، شلون بي النفس مني لو خمات، شلون حالات هاي؟ لا حول ولا قوة إلا بس يتصورها واحد قلبه ينمرد، بس يتصور حالة قلبه شنو يصير بي. الله يرحم عبد الحسين الشرع. شلون بي وثقل وزن حسابي، وانت رس من المعاصي كتابي، شلون بي لو قرب من الأجل واخذ سمع الموت ولساني ثجل، اي وظلت اي عيوني تدير على الأهل. الله يرحم اللي يموت غريب عن أهله بعيد عن أهله. ظلت عيوني تدير على الأهل، تشوفها تهل دمي على مصابي. أرجوك تصور الحالة، ليلة شهر رمضان، ليلة جمعة، تصورها تصورها، يلا تصورها. شلون بي النفس مني لو خمار، ومني ملك الموت اخذ روح وصعار، وللمغيس طلع ومني الجسم، وقام غسالي يجرد ثياب. صورها بعد، صورها، عيشها عيشها. شلون بيبكي فلول، عمي انتم الشياب، بويا انتم الشيبه، الشيبه الكبار، كل من يقبض على لحيته ويحاكي رب العالمين، الله يحترم الشيبه ترى، الله يستحي من صاحب الشيبه، يقبض على لحيته ويحكي يا رب العالمين، يقول يا اله العفو، اله الرحمه، ونساله الدعاء. شلون بيبكي فلول افوني، وللقبور عقبي الغسل شالوني، ونزلوني بحفرتي واروني، وقوام حفاري لترابي. هالبيت هذا، واسألكم الدعاء اخذكم الى كربلاء. شلون بي لو ضغط جسم القبر،
عفوك يا الله، عفوك يا الله، عفوك يا الله. شلون بي لو ضغط جسمي القبوب وقام من خشمي حليب امي يدر، شلون منكر لو لفاني للقبو وقام ينشد بيش قضيت العمور. امامنا زين العابدين في دعاء ابي حمزه الثمالي يقول: وما لي لا ابكي، ابكي لخروج نفسي، ابكي لظلمة قبري، ابكي لضيق لحدي، ابكي لسؤال منكر ونكير اياي، ابكي لخروج عريانا من بقت عندي وسيلة ولا أمل. افتح لي قلبك، الليلة جمعة. ما بقت عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل. يا علي يا أمير المؤمنين، ما بقت عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل. حاشا لن يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه رجابي. الله يرحم عبد الحسين الشرع يقول: آه وصد للمحشر وعايل للحسين. يا أبا عبد الله، وصد للمحشر وعايل للحسين، موجب ينادي شفيع موجب ينادي شفيع المذنبين، شيعتي أمتي اغفر يا لاه العالمين. بجاه دمل من نصار خضابي. الشاعر يقول: باكر بيوم القيامة ينصب لحسين مأتم وتحضر الزهرة الزكية واحنا يم